غادي تكونسونطراو معنا واحد شي شويه وتاخذوا ستيلات وورقه وتاخذوا الاراء والافكار ومن خلال الافكار ان شاء الله غادي نحاولوا وغادي نسقوا مع الاستاذ باش يكونوا هناك دورات تكوينيه ولو مره في الشهر. السلام عليكم. السلام. بغينا نعرفوا كيف جاتك هذه المحاضره. هذه المحاضره في حقيقه مفيده جدا لانها كنهنئوا بعد المدرسه الخصوصيه مجموعه مدارس رودان على هذه المبادره الطيبه وذلك بدعوتها الشيف الهادي اللي كنعرفوا اللي كيدير وصفات للطبخ. في الحقيقه هي وصفات مفيده وسليمه بالنسبه للاطفال، وهذا في الحقيقه هذه المحاضره فهي حصه تكوينيه لفائده الامهات باش طعموا ولادهم اطعمه سليمه اللي كتفيدهم في الصحه ديالهم والتغذيه ديالهم وكذلك لتنميه الذكاء ديالهم. كيف جاك هذا اللقاء؟ كنشكروا اولا المدرسه ديال رودان على هذه الالتفاته الطيبه اللي دارتها تجاه الامهات نتاع التلاميذ، ودازت الحصه مزيانه واستفدنا بالحضور ديال الشيف الهادي، وشكرا مره اخرى للمدرسه والشيف الهادي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف شفتوا اليوم الدروس ديال الشيف الهادي؟ الدروس مزيانين، استفدنا فيهم بزاف تاع الحاجات، شحال من حاجه ما كناش عارفينها عرفناها اليوم. بحال داكشي ديال استعمال الخضر، كيفاش نستعملوها في الثلاجه، اللحوم، كيفاش نطيبوا البيض، كيفاش انواع ديال الاومليطات، ديال ما يكونش ضايع طبعا. ضايع بزاف الحوايج ورانا فينا ما صدقاش هذا كيفاش خاصها تستعمل. لا حاجه ما كتلاح ضايع من اليوم ان شاء الله. لا اللي ضايع عاوتاني هضر لينا عن النظافه وهضر لينا حتى المراه اللي بغات تدخل الكوزينه دائما خاصها تدخل بالصنداله ديال الكوزينه ماشي ديال الشارع، ماشي ديال الشارع وماشي ديال البيوت وداك الشيء باش تبقى نقيه. والتنظيف ضروري والاواني حتى هما يكونوا جداد ويكونوا ديال صحيين. الشيف الهادي جاء غزال تبارك الله عليه، عطانا نصائح في المستوى وعطانا دي غوسيت اللي يقدروا نستافدوا منها ويستافدوا منها حتى وليداتنا. كتعرفي على الشيف هادي وكيف كتجيك الوصفات ديالو؟ الحقيقة الشيف الهادي هو شيف غني عن التعريف لأنه كيقدم وصفات مفيدة وبسيطة بالنسبة كتفيد الأسر وكتفيد الأمهات بالنسبة للأطفال ديالهم، وكذلك كتعطي فوائد بالنسبة كتفيد الأمهات باش يعدوا الوجبات الصحية بالنسبة للأسرة ديالهم وكذلك بالنسبة للأطفال ديالهم. بعد شنو تندير ليها؟ عندي الثومة مثلا ندير لها الثومة، غنديرها مثلا ولا عندي الدنجال في الدار، الدنجال في الدار، تناخذ الدنجال حتى هو تنقطعو بحال هاد الشكل هذا. أنا تنقطع غير شوية شوية باش نوريكم غير الطريقة، وانتوما في الديور ديالكم دير واحد الكمية كبيرة، تنقطع بحال هكذا، تنحط عليه زيت العود باش كنسمو زيت العود، من بعد تندير عليه واحد شوية ديال الزعتر، من بعد تندير عليه واحد شوية ديال الثومة اللي عندها الثومة بودرة ديرها واللي بغات دير صحيح صحيح الثومة راه استفدنا اليوم بزاف. انا بصفتي انا يا بدات استفدت بصفتي كأم غادي نطبق هذاك الشيء اللي قال الشيف الهادي في المطبخ ديال الاسره الصغيره ديالي، وبصفتي كرئيسه التعاونيه شمال انتاج الكسكس والحلويات غادي نحاول نوصل لهذا الشيء اللي استفدت فيه اليوم العضوات اللي معايا في التعاونيه. كنشكرهم بزاف على هذا الشيء اللي داروا لينا وقدموا لينا، واستفدنا حنا بعيالات تاع المحمديه استفدنا منهم. كنتمناو تكون عاوتاني شي مبادره اخرى من عندهم نستافدوا اكثر من اجل الصحه ديالنا والصحه ديال وليداتنا والرجال ديال المستقبل. كلمه شكر للشيف الهادي. كنشكروا الشيف الهادي اللي كلف راسو وجا والفضل اللي كيرجع لمؤسسه رودان هي اللي جابته، وان شاء الله وكنتمناو ان شاء الله يتعاودوا بحال هذه المبادرات وبحال هذه تاخذوا هذه النصائح ان شاء الله. ضروري غنتبعوا النصائح، ما جينا حضرنا الا باش نتبعوهم. الاهم النصائح اللي عطاها لينا لا للضياع. طال عبد الرزاق عن جمعيه حمايه المستهلك مدينه المحمديه، وكنتمنوا هذا اللقاء اللي خاتو البادره ديال المؤسسه ديال رودان، وكنتمنوا البادره كذلك ديال الشيف هادي اللي بصراحه موضوع اللي جد حساس اللي هو عدم الضياع في الاستهلاك. هذا عدم الضياع بطبيعة الحال كتطرق ليه المنظمات الدولية، المنظمات الدولية للمستهلك من أجل عقلنة استهلاك في مجال ديال التغذية.
فجميع المعلومات اللي عطاها الشيف كانت جد قيمة وكتدخل في صلب ديال المحافظة على الصحة ديال الإنسان خصوصا الأطفال، وكنتمنوا على أن مثل هذه البادرة تتكرر إن شاء الله. وشكرا. شكرا لك.